العفو يا سلطانة. انتي تأذيتي؟ ما تأذيت سلطانة، سامحيني. سلطانتي، والله اشتقت لشوفتك اللي بتسر العين. وينه وقام؟ من الصبح مو مبين. بيكون اخذ له شي غفوه. انا عم قلك لانه زودها كتير سلطانه، واحد تنبل والله العظيم وكسول كتير. هلا اتركنا منه. مين هي الجاريه؟ هاي اجت وقت اللي كنتي بقدرنا. قال يا حرام هالبنت كانت كتير مظلومه، سادقه ومؤدبه والله، وما حدا بيسمع لها صوت هون. صح هي صغيرة بالعمر بس هي كتير شاطرة ما شاء الله، بتحب الشغل وما بتقعد أبدا. ليش سلطانة، خير في شي؟ إذا زعجتك بشي فورا منحط لها حد. مو هيك، أنت مو فهمان شو بدي. وقام كان عم يدور على جارية تكون مخلصة ومؤدبة. قل له خلص ما بقى في داعي، ما يدور. لقيت وحدة، بس تخلص شغلة خدها لعندي. انت بتأمري يا سلطانة. سلطانة، انتي شو اسمك؟ نيلوفر سلطانة. نيلوفر، حلو كتير. وقديش عمرك؟ حوالي 15. ستعش سلطانة. من وين انتي؟ بابا اصله من اسكوب سلطانة، بس امي من صوفيا. حلو. من اليوم ورايح انتي رح تكوني جارتي يعني لوفر. روحي هلأ لعند وئام بخبرك هو شو شغلك، قليله انه انا اللي بعدتك.